الدكتور سمايط، من بدايات إنشاء الجمعية عام 1400 هجري 1980 ميلادي كان بوضوح عند قضية إقحام العمل الخيري في السياسة خط أحمر، فما كان يعني يتجاوز هذا الخط وما كان يتنازل عن هذا المبدأ مهما كان الثمن ومهما كان المغنم ومهما كان المكسب. وكان كثير من السياسيين من وزراء ورؤساء حكومات ونواب برلمان يأتون الدكتور سميط بحكم تواجده في 30 دولة، يأتون أثناء الانتخابات ليس ليطلبوا منه دعماً لحملاتهم الانتخابية، وإنما يطلبون منه أن يقيم برامج أو مشاريع إسلامية كمساجد أو آبار أو مدارس أو ما شابه ذلك في المناطق اللي ترشحوا فيها أو ينافسون فيها. الدكتور كان يرفض هذا يعني هذه العروض رفضا يعني قاطعا، فيطلب منه المكان ويطلب منهم المشروع ويقول لهم اتركوا الاختيار ومعايير المشروع أنا اللي أحددها والجمعية هي التي تقوم بالتنفيذ وليس أنتم. فما كان يقحم نفسه بالسياسة، يخشى أن هذا السياسي في يوم الأيام ينهزم فتنهزم معه الجمعية. الدكتور سميط من طبيعته لا يتصادم أبداً، منهجه في العمل عدم التصادم لا مع الدول ولا مع الطوائف المخالفة ولا مع الأفراد. الدكتور مؤمن بالعمل والعمل فقط. هذا العمل نجح ولا ما نجح؟ حتى لو ما نجح الله سبحانه وتعالى هو مؤمن أن هذا العمل مكتوب.